أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، الشيخ عبد الملك السعدي: الحكومة المتعاقبة على العراق تهدف إلى خدمة الاحتلالين الأمريكي والإيراني. من إنديبندنت عربية: المحتجون ينتقلون إلى الإضراب العام في بغداد وإقفال الجسور في الناصرية. ومن العربي الجديد: متظاهرون عراقيون يغلقون شركة نفطية جنوبا وعبد المهدي يهاجم المحتجين. من صحيفة الزمان: موظفون وطلبة كليات ينظمون أو ينضمون لساحات الاعتصام دعما لمطالب المحتجين. من العرب اللندنية: ميليشيات موالية لإيران تلاحق النشطاء بالتصفية والاختطاف. ومن القدس العربي: محتجون يرفعون العلم العراقي فوق قنصلية إيران في كربلاء. وأخيرا من الشرق الأوسط: عراقيون يسخرون من اتهام خطيب طهران لهم أنهم شيعة الإنجليز. أهلا بكم. خلال الفعالية الأولى لانتفاضة تشرين في العراق، كان من الطبيعي أن ينصب الاهتمام بالمتابعة على الحدث وتطوراته، خاصة وشلال الدماء متدفق والألاعيب من السلطة تجري وتتبدل، كما مواقف الاحتلال فاعلة في إدارة عملية المواجهة. طلعت رميح يرى في موقع الهيئة نت أن الانتفاضة انتصرت في معركة الاستمرار، بل صارت ضاغطة بفعالية على الحكم وأدواته إلى درجة إصابتهم بالاضطراب، وبات ممكنا الحديث عما تحقق منها. ما تحقق كثير وهام للغاية، ويصح معه القول بأن المتظاهرين وضعوا أساس حدوث التغيير وأنجزوا أهم خطوات تحقيق استقلال العراق، إذ أصبح المجتمع مستقلاً الآن فعلياً. لقد حقق المتظاهرون عزلاً للميليشيات المسلحة التي هي القوة العنفية لاستمرار الاحتلال، وبفضل جهدهم ودمائهم انتهت حالة الالتباس المتعمدة بين القوة العنفية للاحتلال والقوة العنفية التي تشكلها المجتمعات للدفاع عن نفسها. المظاهرات القوية أظهرت الوجه الحقيقي لتلك المجموعات والمكونات وحقيقة دورها كقوة للاحتلال بعد أن صارت تعتدي وتقمع مظاهرات الحرية، وبذلك تم عزل تلك الميليشيات عن المجتمع، ومن الآن فصاعداً لن ينظر لها المجتمع كقوة حامية له، بل كقوة قهر وقتل وترويع ضد المجتمع لكسر إرادته في التحرر والاستقلال. وحقق المتظاهرون هدف عزل العملية السياسية ورموزها وإظهار دورها الحقيقي. لقد وضع المتظاهرون تلك العملية ورموزها في وضعية حرجة بصمودهم، بما كشف حقيقة دورها كأداة لتمكين الاحتلال من إدارة المجتمع وإخضاعه للاحتلال دون ظهور عسكري مباشر لقواته، بما يستنفر المواطنين لمقاومة ومواجهة الاحتلال. وأنجز المتظاهرون خطوة توحيد المجتمع العراقي على الأرض في مواجهة أعدائه، بما يهزم خطة الاحتلال في تفكيكه وإدخاله في مواجهات مع بعضه البعض. الكاتب يقول إن المتظاهرين أعادوا إحياء وتعميق القيم الوطنية والمجتمعية الأصيلة، فعلوا قدرة المجتمع على التوحد والمواجهة وبناء عمليات التحدي وتحقيق القدرة على المواجهة الفاعلة على الأرض وفق نمط الفعل الشعبي في مواجهة قوة القتل والإرهاب وفي الضغط القوي على الاحتلال والعملية السياسية والميليشيات والفساد. مع انتهاء شهرها الأول بدأت تظهر علامات تبلور سمات الانتفاضة العراقية التي انطلقت
في مطلع شهر تشرين الأول الماضي في بغداد وبعض مدن الجنوب. سمات تميزها عن كل حركات الاحتجاج والانتفاضات التي مر بها العراق سابقا. صادق الطائي يرى في صحيفة القدس العربي أن هذه المميزات تحسب لجهة سلمية الانتفاضة، عفويتها، وعدم وجود تيار سياسي ركب موجتها حتى الآن. أعمار المشاركين فيها وتنوع مشاربها وطبقاتهم وتحصيلهم الدراسي. الأيقونة الأبرز مادياً كانت مبنى المطعم التركي الذي سيطر عليه المتظاهرون وتحصنوا فيه، وباتوا هم من يراقبوا منه حراك القوات الأمنية القادمة من المنطقة الخضراء ليوجهوا رفاقهم على الأرض لتلافي ضربات قنابل الغاز، وليتحول المبنى إلى أيقونة الانتفاضة. الأيقونات البشرية توزعت على عدة محاور لم تعرفها ساحات الاحتجاج سابقاً وبهذه الكثافة. فالأيقونة الأولى كانت سواق عربات التوك توك الذين لعبوا أدواراً بطولية في إخلاء الجرحى ونقل المؤن واختراق الحواري والشوارع الضيقة للوصول إلى خط المواجهة مع قوات القمع الحكومية. والأيقونة الأبرز ظهوراً في انتفاضة تشرين كانت المرأة العراقية بكل أوضاعها الاجتماعية من نساء كبيرات في السن يقدمن الخدمات للمحتجين من الطعام والتطبيب إلى شابات الجامعات والمدارس اللواتي لعبن أدواراً مشرفة في حركة الاحتجاج، بالإضافة إلى دورهن في الطبابة والاهتمام بالجرحى في وحدات الميدان الطبية. يضاف إلى ذلك حراك أيقوني كان منسياً من زمن طويل، وهو مشاركة قطعات الطلبة في الحراك الجماهيري بعد أن كاد ينسى أي دور لهم في الحياة السياسية، وكذلك حال نشاطات النقابات التي نزلت إلى ساحات الاعتصام وسجلت حضوراً مهماً بمشاركتها في الاحتجاج باعتبارها ممثلة لقطعاتها. الكاتب يقول إن العراقي لم يعد اليوم يتحسر وهو يشاهد ثورات تونس ومصر ولبنان السلمية التي أطلقها شباب هذه البلدان، بل بات يفتخر أنه ليس أقل شأنا من هذه الشعوب، لكن يبقى شعور الخوف والحذر من المجهول المقبل الذي يحاول البعض تصويره بصيغة أن الحرب الأهلية مقبلة لا محالة نتيجة الانتفاضة. هذا الهجس هو ما يقلق المشهد الاحتفالي وأيقوناته اليوم. ليست معركة العراق سوى معركة تقرير مستقبل المنطقة كلها، فإيران تسعى إلى وضع يدها على العراق بشكل نهائي، وكانت قاب قوسين أو أدنى من ذلك عندما تمكنت من فرض عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء بعد انتخابات أيار 2018. خير الله خير الله يقول في صحيفة العرب اللندنية أن إيران باتت تمسك أخيراً بكل خيوط اللعبة العراقية، لو لم تفاجأ بحجم الحراك الشعبي المعادي لها والذي رأس حربته شيعة العراق. لم يقترب العراق من فم إيران بمقدار اقترابه منذ العام 2018، خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة، حيث كشفت نتائج تلك الانتخابات الثقل الإيرانية في العراق من جهة وغياب السياسة الأمريكية الواضحة من جهة أخرى. قرر العراقيون أخذ زمام أمورهم بأيديهم تماماً كما قرر اللبنانيون الذين اكتشفوا في تشرين الأول أكتوبر 2019 أنهم يعيشون في ظل عهد حزب الله النزول إلى الشارع والمطالبة بتغييرات كبيرة. تكمن أهمية كل ما يجري في العراق في أنه موجه ضد إيران مباشرة وعلنا، وضد مشروعها التوسعي الذي كانت له انطلاقة جديدة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003 وعودة زعماء الميليشيات المذهبية العراقية إلى بغداد على ظهر دبابة أمريكية. من الطبيعي في ظل هذه المعطيات أن تلقي إيران بثقلها لقمع التحرك الشعبي في العراق الذي لم يكن أي يوم لقمة سائغة لإيران مثل ما هو منذ تولي عادل عبد المهدي موقع رئيس الوزراء. ستكون معركة العراق طويلة،
وفي ضوء نتيجتها سيتقرر موقع إيران على خريطة المنطقة. هناك حلم إيراني كاد أن يتحقق لو لم ينتفض العراقيون. بحسب الكاتب فإن المعركة لا تزال مستمرة منذ عام 1979، وهي بين إيران والشعب العراقي الذي يرفض الاستسلام. لا يوجد أدنى شك أن معركة العراق أهم بكثير من معركة لبنان، نظرا إلى أن مستقبل النظام الإيراني أصبح على المحك. لو لم يكن الأمر كذلك لما كانت تلك الاستماتة الإيرانية في رفض أي تغيير في العراق. ما جرى ويجري في العراق ولبنان يعكس ذروة المأزق الإيراني بصرف النظر عن المآلات التي سينتهي إليها الحراك الاحتجاجي بين البلدين، والذي يمثل احتجاجا ضد نفوذها لا سيما في العراق الذي يمثل الخاصرة الأهم بالنسبة إليها والركن الأهم من أركان مشروع تمددها في المنطقة. ياسر الزعاتر يتساءل في موقع عربي 21 عن خيارات إيران للخروج من المأزق الذي باتت عليه بعد اندلاع المظاهرات الرافضة لنفوذها في العراق. إن التطور الجديد في العراق يبدو مثيراً لجهة أن المحتجين عليها هم ممن كانت تصنفهم تابعين لها، فيما كان بعض شيعة لبنان ينحازون للحراك الشعبي ويرفضون نهج نصر الله في التعاطي معه، ما يفتح باباً لتعطيم الحاضنة الشعبية للحزب، وإن استغرق ذلك زمناً قد يطول. اليوم تجد إيران نفسها في ذروة المأزق الذي يبدأ بعقوبات خانقة، تجد صعوبة في التعايش معها بسبب تطور أجهزة الرصد، خلافاً للحال مع العقوبات السابقة، وهي عقوبات سيكون من الصعب على الشعب الإيراني احتمالها لسنوات طويلة، الأمر الذي قد يفجر احتجاجات جديدة سيحتاج لجمها عبر قوة الباسيج الرهيبة إلى قدر هائل من الدماء، ومن ثم الانقسامات في الشارع. الآن ما هي خيارات إيران في التعامل مع هذا الوضع؟ وهل يمكن القول أن استهدافها للسعودية أو تهديدها للإمارات سيحل معضلتها حتى لو نجحت في لجم احتجاجات العراق ولبنان؟ الجواب هو لا كبيرة، فحتى لو نجحت في تركيع الشارع العراقي بقوة الميليشيات أو الشارع اللبناني بقوة حزب الله، فإن ذلك لن يحل معضلته ومعضلتها في لبنان، بل سيزيد التأزم أكثر فأكثر ويجعل الانفجارات القادمة أكثر عنفا. ويختتم الكاتب بالقول إن من دون اعتراف إيران بفشل مشروع التمدد وتقديم خيار التعايش مع المحيط العربي، فإن مشروعها سيواجه نفس المصير الذي واجهه مشروع الاحتلال الأمريكي لإعادة تشكيل المنطقة على مقاس الكيان الصهيوني والذي أفشلته المقاومة العراقية. قال خامنئي إن على المحتجين في بغداد أن يطالبوا بحقوقهم ضمن الأطر القانونية. أما خادمه المطيع حسن نصر الله فإنه هو الآخر ساند المحتجين في بيروت في مطالبهم المحقة، غير أنه حذر من الفوضى. فاروق يوسف يرى في موقع ميدل إيست أونلاين أن الأطر القانونية التي قصدها خامنئي ليست موجودة خارج النظام الطائفي الذي خرج العراقيون من أجل إسقاطه. أما الفوضى التي حذر منها نصر الله فإنها وليدة النظام القائم الذي يقوده حزب الله. في الحالين فإن خامنئي وخادمه حسن نصر الله إنما يدافعان عن استقرار وثبات النظام السياسي القائم الذي خرج اللبنانيون والعراقيون إلى الشوارع محتجين على استمراره من غير أن يملك الحد الأدنى من الشرعية. وكالعادة فقد ربط بطلاء المقاومة والصمود الاحتجاجات الشعبية بالمؤامرة التي تستهدف مشروع المقاومة. لم تصدم الطبقتان السياسيتان في لبنان والعراق بما جرى بقدر ما كان الحدث صادماً لإيران. هناك خطأ في مكان ما بالتأكيد، غير أن ذلك الخطأ لم يكن بذلك الحجم الذي يسبب انفجاراً شعبياً لا يمكن السيطرة عليه. إذن لابد من ربط الاحتجاجات الشعبية بقوى معادية هي التي وقفت وراء التحريض عليها بل ومولتها وأملت شعاراتها.
وإذا ما كان الساسة الإيرانيون قد تحدثوا باطمئنان في أوقات سابقة عن أذرع إيران الممتدة من البحر المتوسط حتى البحر الأحمر، فإن خروج تظاهرات مليونية مناوئة للنظام الطائفي في العراق ولبنان شكل بالنسبة للولي الفقيه وأتباعه ضربة تقع خارج الحسابات وتتعارض مع كل التقديرات، وهو ما عالجه الإعلام الإيراني وإعلام المقاومة من جهة تسليط الضوء على مسألة المندسين، ويقصد بهم رافعو الشعارات التي تدعو إلى إسقاط النظام الطائفي وطي صفحته. الكاتب يقول إن الإيرانيين اكتشفوا أنهم كانوا على خطأ في كل ما اعتبروه واقعاً، أحلامهم التي أنفقوا عليها المليارات ليست حقائق ثابتة، وأن الشعب الذي اعتقدوه أو اعتقدوا أنهم دجنوه لا يزال حياً يقاوم أحلامهم في الهيمنة عليه، فالشباب الذين خرجوا من بيوتهم لن يعودوا إليها إلا بعد أن يكونوا مطمئنين إلى أنهم استعادوا وطنهم، فلبنان للبنانيين والعراق للعراقيين. تفادت المظاهرات والاحتجاجات في العراق ولبنان الوقوع في فخ الطائفية، واستطاع المتظاهرون تجاوز خلفياتهم وانقساماتهم الطائفية والمذهبية من خلال خطابهم وأفعالهم وممارساتهم. خليل العناني يرى في صحيفة العرب الجديد أنه على الرغم من محاولات بعض السياسيين تغذية البعد الطائفي لضرب الحراك ودق إسفين بين المحتجين، إلا أن الأمر لم ينجح، بل يبدو أن ثمة وعيا لدى المتظاهرين بهذه المسألة ما جعلهم يتفادون الخوض فيها خوفا من تشتيت مطالبهم التي خرجوا من أجلها. المدهش في الاحتجاجات الحالية في العراق ولبنان ليس فقط استمراريتها وعدم تراجع زخمها وإصرار المحتجين على بلوغ مراميهم، وذلك على الرغم من العنف المادي واللفظي الذي يمارس تجاههم سواء من قوات الأمن أو الميليشيات الطائفية والمذهبية، وإنما في قدرتها على تجاوز الطبقة السياسية بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها. لقد فقدت الجماهير العربية الثقة في نخبها ومسؤوليها، بل تعتبرهم أساس المشكلة وليس الحل. لذا فإن محاولات التغيير الشكلية والترقيع لن تجدي نفعاً مع المحتجين، بل قد تزيد الاحتقان والغضب. بالطبع من مصلحة القوى والجماعات والأحزاب الطائفية أن تتحول الاحتجاجات والانتفاضات الحالية في العراق ولبنان من حراك شعبي جامع إلى مجرد مطالب طائفية أو هوياتية، فهذه هي الطريق الوحيدة التي يمكن من خلالها خلخلة المحتجين وامتصاص زخم حراكهم ونزع الشرعية عنه. وقد حاولت بالفعل بعض هذه القوى في العراق ولبنان تصوير الاحتجاجات الحالية باعتبارها مؤامرة طائفية تحركها أصابع داخلية وخارجية من أجل إسقاط الدولة. نحن إذن إزاء ديناميات لا طائفية جديدة يشهدها أكثر بلدين عربيين يتبعان نظام المحاصصة الطائفية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي ديناميات هي ذاتها النتيجة الطبيعية لهذا النظام الذي ثبت وأثبت فشله في تحقيق مطالب الطوائف. وبحسب الكاتب فإن التحدي الذي يظل هو كيفية البناء على هذه المظاهرات العابرة للطوائف والمذاهب، وإلى أي مدى يستطيع المتظاهرون جعل هذا التجاوز الطائفي عنصراً أساسياً في مطالبهم، وهو تحدٍ ليس سهلاً خصوصاً إذا لم تحقق الانتفاضات الحالية مطالبها وإذا نجح الطائفيون في تفريقها من مضمونها. كشفت صحيفة البيان الإماراتية معلومات جديدة عن حول إنشاء أكبر مجسم للقرآن في العالم، الذي ستحتضنه مكة المكرمة المزمع البدء في تنفيذه خلال الشهرين المقبلين، حيث يبلغ ارتفاعه 36 متراً وهو عبارة عن 5 مآذن من حجر الرخام نحت فيها القرآن الكريم كاملاً قبل سنوات. وبحسب الصحيفة فإن المجسم الذي تعود قصة نحت القرآن فيه
إلى قبل سنوات عندما كلف عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية عدداً من طلبته آنذاك قبيل تخرجهم من الكلية بنحت المصحف أو مصحف تراثي ونسخه في بلاطات من حجر الرخام يعود عمرها إلى 600 عام كمشروع تخرج، وهو ما نفذه الطلاب ليصبح أكبر مجسم للقرآن الكريم في العالم، حيث اشتراه أمين محافظة جدة الأسبق وأهداه لأمانة مكة المكرمة، إذ لا يزال محفوظاً لدى الأمانة تمهيداً للمشروع أو للشروع في وضعه بأحد المواقع الحيوية ليكون معلماً بارزاً يراه الزائر للعاصمة المقدسة من عدة اتجاهات. وأضافت الصحيفة أنه سيتم البدء في الشروع بالتنفيذ خلال الشهرين المقبلين، حيث ستثبت البلاطات في 5 أعمدة من الخرسانة، بينما سيستمر العمل في إنشائه وتركيبها قرابة 12 شهرا. والآن إلى الكاريكاتير. في الختام شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.